منتابع حلقتنا مع فقرة نيتشر ومع مارك بيروتي. رح نتلقى اتصالاتكم اليوم على 04644 لأي سؤال تحبوا توجهوه لمارك عن المزروعات والحدايق، وكمان رح نعرض مجموعة من الصور وصلوا لنا خلال الأسبوع على صفحاتنا على انستغرام وفيسبوك وعلى أرقام الواتساب. صباح الخير مارك. هاي لورا، كيفك؟ تمام. يعني فينا نقول إنه الطقس الزبط وانبسطت أنت لأنه زبط، مع إنه بالنسبة لغير أشخاص ما زبط، بالنسبة إلي اخترب. أنا كثير بحب الشتاء، أنا بالنسبة لي والطبيعة بتحب الشتاء كمان وبتنطر مثل هالأيام مع إنه تأخر السنة. مزبوط، كثير تأخر. أثر أو لك شوي بيكون على أكيد مزروعة. أثر كثير. هلا إنه كل الوقت كنا عم نحكي هالجمعتين على قد إيه في نباتات هلا مزهرة، يعني أنت تخيلي إنه هلا في نجاس مزهر هو كان بيكون في ملا ورقة. عندنا هلا مثلا ماندارين وعندنا كمكوات نفس الوقت حاملين ومزهرين، سو الطبيعه مخربطه، فكرت انه اجى الربيع. اوكي، هلأ يعني احسن نكون عم نشيلهم لهالزهور مثل ما قلنا هذيك المره 100%، تما يروح موسم الربيع يعني. صح، فهلا عمليا عم نرجع نفوت بالشتاء، الحراره بتوطى، النبته عاده بتعد تقدر تعمل سايكل تبعها، يعني ليكون عندنا محصول منيح السنه الجايه، النباتات بيعدوا ساعات السقعة وبيعدوا ساعات العتم في منهم او ساعات الضوء، فهيدا كثير مهم، هيدا السايكل يحترم ليكون عندنا محصول منيح. سو هلا بركي ترجع ترجلج الاشياء. خلينا نبلش مع الصور يلي وصلوا من المشاهدين. منشوف اول صوره. هذه الصوره كثير خطره وكثير طالع بالي احكي عن هالموضوع. نحن هلا بلبنان عم بيطلع كثير مشروم وين ما كان، يعني في فطر وين ما كان بالطبيعه، والناس عم تروح تلم هالاشياء. نحن ما عندنا كثير ثقافه المشروم، يعني ما بنعلم كثير بالمدارس والجامعات اي هن اللي بيتاكلوا اي هن لا. ولازم اقول انه هي الصوره ليه خطره، لانه هون المسيو المحوش حاطط شيء 30 نوع فوق بعضهم. انا هلا حطيت صوره هو بعت لي كثير. اول شغله كثير مهم نتعلم هالشيء، لانه المشرومز هن كثير سامين، يعني مش انه ما عم بالغ، بيقدروا يقتلوا هالقد هينه، فيهم يعملوا مشاكل وهيك. ولما نخلط انواع بكفي الغبره تبعهم او السبورز يلي موجودين يقلبوا على التانيين، لو في وحده كانت تتاكل بتصير بطل بيمشي الحال. سو هذا الشيء لهذه الصوره هي لازم كثير ننتبه لها. سو انا بدعي كل العالم يلي هن بحبوا ياكلوا مشرومز، اول شيء اكيد اذا بيشتروا بكون اهين من انه نروح نحوش من الطبيعه، واذا بدنا نحوش من الطبيعه لازم نكون كثير مدربين على هذا الشيء. يعني اعطيك بعض المعلومات، يعني مثلا بمنطقه فيها ارز لبناني، نعم، ان كان مثلا افترض حدث الجبه ونيحه وارز وهيك، في نوع من المشروم بسموه عندهم بولبيس، يلي هيدا بيعرفوا هن كيف بيكون، بيطلع من تحت الارض شكله هيك، سو هن معودين، الناس بتعرف انه هيدا هو التنين ما بدأ فيهم. عندك مطارح الفطر يلي بسموه قرنبيطه، يلي هو شكله مثل القرنبيط، سو بعلموا بعضهم انه اللي شكله مثل القرنبيط بيتاكل. وعندنا كمان بعض الفطريات بتطلع بعض النباتات، سو بيقولوا لهم الفطر اللي بيطلع بعد الرعد على مثلا قرص عنا او انواع منها مثلا بيكون بيتاكل. سو بالتراديشنال نولج الناس اللي بتعرف كل شيء ثاني ما لازم نقرب عليهم. أوكي. يعني هون انا يعني رح ارجع اولى انه شيء كثير خطر. أوكي. ما بيسوى ابدا يعني نعمل هذا الشيء، يعني مثلا مثل بهيدي الحاله هيدا الشخص خلص يكبوا دغري كلهم حتى لو قدر يختار يلي بيتاكلوا نقعهم بخلوا بمي وطبخهم وكل شيء كمان خلص ما ولا ممكن يرجعوا يتاكلوا ابدا. ما فينا نخلط عده انواع لانه في منهم انواع سامه، عم نحكي عن جد سامه كثير مش انه مزح. فابدا لازم دغري يكبهم كلهم، ننتبه هذا الموضوع. البدو مشرومز احسن شيء مثل ما قلت او تكون بتعرفي يكون عندك خبير، يعني بس تقول لك قد ايه صعبين المشرومز. ايفن اكبر خبير فطر بالعالم اذا بتفرجيه وقت مشرومز ما بيقدر يعرف، لازم ياخذهم على المختبر يطلع على الميكروسكوب على السبورز تبعهم ليحددهم. سو مش انه لونه ابيض او اسود او هيدا، في اكثر من هيك، ومشان هيك الموضوع كثير دقيق. سو اتس ايزر بنعرفها ومجربينها قبل وهون بنعرف وين بتطلع او ما بنقرب عليها ابدا. واللي بحب المشروم بصير في يشتري بلبنان، عندنا شركات كثير مهمه مشات، يعني كثير مهمه بتزرع مشرومز وبنقدر هيك سيف، يعني عندنا اكثر من 8 انواع بتنزرع احسن من انه نجيب من الطبيعه. طبعا خلينا ننتقل لثاني صوره معنا لليوم. يلا شو تاني صوره؟ هلا هون رح نشوف بوغانفيليا كمان كثير حلوة الصوره تبعها. الفكره هي انه هون عم تسالنا المدام اذا فيها تشحلها. اللي كنا عم نحكي انا وياك قبل هو انه هيدا النبته مثل هلا ما لازم تكون هيك، عرفتي كيف؟ فبس هي كملت الربيع تبعها. هلا عمليا لازم تكون هارين وراء زهوره. يعني مزبوط، البوغانفيليا هي منا ايفر جرين، سو عادة لنقول بيخلص شهر 10 11 ماكسيموم، لازم تكون هرت الزهور من زمان والورق كله راح، وبتقعد اوقات لشهر 4 اوقات من دون ولا ورقه، من دون ولا ورقه ولا زهره.
فبما انه هون هيك عم بصير هلا ما فينا نعمل شيء، بس مينلي البوغانفيليا ما بعيش على السقعه، ف لانه هي هيدي المطرح كمان على السقعه، فهي بتفوتهم لجوا وهيك. فمانيا هلا تركيا تزهر قد ما فينا، اول ما تقدر كمان نرجع ننتبه من السقعه وهيك، بس ضروري تقدر ترجع تزهر يقشط اوراق. سو اذا بدك تركيها على الجبل الثلج بيقتلها، سو اتس بيتر هون تنزل على الساحل تفوت بالسايكل تبعها تهر اوراقها ونرجع نطلعها على الجبل بعدين. حتى لو فوتناها على البيت الدافي لجوا ايه انه يعني معقول تاثر على الزهور للسنه الجاي، عرفتي كيف؟ لانه اذا فوتناها مطرح دافي وكملت سايكل الدفى تبعها هي ما رح تقشط اوراقها، ساعتها رح يكون الموسم الجاي منه كثير منيح، يعني هيدي الفكره تبعها اكيد لهيدي النبته. اوكي، حتى لو نطرنا تيهروا زهورها وكل شيء ما صح. ننتقل كمان لثالث صوره معنا لليوم. هلا في كثير اجا صور منهم اكيد هلا بنحكي عنهم على شتل داخلي وعلى افوكا وهيك، بس هيدي شغله كثير مهمه، في كثير ناس دائما بيبعثوا لنا هيك صور. فالموضوع منا هون انه اول شغله البو محطوط بكشبو. اول شيء بدنا ننتبه له انه يكون هالكشبو اذا او هو البو بده يكون مفخوط من تحت او لا. سو اذا وهون بدنا نفهم الموضوع، اذا نحن هون زارعين فيها دغري لازم يكون مفخوط من تحت، اذا لا لازم انا لما اسقي ورد المي عليها ما يبقى ولا ربع نقطه مي تحته للبو، لانه المي اللي بتبقى بالكشبو هي مي بتخمخم بتصير كانها ستاجننت ووتر، بتصير تعمل امراض فطريه. سو ليه هيدي النبته بلشت هيدي الباتش السوداء اذا منتبه على الورقتين؟ اول هيدا سبب هذا مرض فطري؟ هذا مرض فطري. أوكي. اول سبب له هو المي اللي ما بتقدر تصرف من تحت. ثاني سبب هو كثره المي، هو بمجرد انه يكون في مي من تحت ونحن عم نسقي سو المي ما عم تطلع لبرا بصير هيك. يعني اول شيء لازم يعملوه يتاكدوا اذا هو بو او كشبو، اذا لا يقرروا اذا حيفخطوا البو او لا. وثاني شيء اخففوا كثير سقايه، وهيدا لما هلا عم نقولها مثلا اذا انا هيدا البلانت بسقيها مره كل 10 ايام بالصيف، هلا لازم بسقيها مره كل 15 يوم، يعني لانه هلا ما بقى بتتبخر المي بسرعه. سو لازم كثير ننتبه انه نحن صرنا بالشتاء بالنباتات يلي جوا، ايفن اذا في دفى الحراره ثلاث ارباع الوقت واطي وخاصه بالليل، فبدنا نخفف السقايه. فهيدا الشيء كله هو اكيد عاده ريليتد للمي. هلا في اسباب ثانيه فيها تكون انه ما في تهويه بالبيت، في قله رطوبه، بس الاول شيء بنفكر فيه لما يكون في كشبو نطلع دائما اذا البو مفخوط او لا. طيب اذا كان بو مش كشبو ومش كس مفخوط ونحن حاطين بحث بكعبه تحت التراب ما بيمشي، ممكن الحال يكون بيساعد بس ما بيمشي الحال، يعني بالاخر بده يصير في امراض فطريه 100%. بالاخر النبته عايزه من تحت يفوت هواء، اذا ما في مثل انه هيك عندنا مثل فخت وحاطين البحث بعدين ليفوت الهواء من تحت ليقدروا تقدر تشتغل ما بيمشي حالها. سو هيدي شغله كثير مهمه ننتبه لها. خليني اذكر المشاهدين انه عم نتلقى اتصالاتكم على ارقام التليفون على الشاشه على 0464 لاي سؤال بتحبوا توجهوه لمارك. ومنتبع مع الصور كمان صوره رابعه لليوم. سو هون عندنا نبته هي عاده نبته كثير قويه اسمها فينكا، وبرضه منه ماشي حالها، يعني بتشوفي كيف ورقاتها عم تيب بس من كذا مطرح وهيك. انا عندي اكثر من صوره بس عم حط هيدي هون. سو هون اللي كنا بعدنا عم نقوله حتى برات البيت، يعني لما يكون عندك بو كبير اذا منه مفخوط بده يصير هيك. فزيت الموضوع دائما لازم قبل ما نزرع حيلا شتله دائما ننتبه لهالموضوع. هلا برا في بعد مشكل ثاني انه في كثير عالم بيكونوا عم يسقوا وبصيروا يرشوا مي، هيدي النبته هي بتطلع على الارض، إذا بيجي مي عليها والمي ما عم تتبخر وبيجي حرارة مثل هلا بتصير الأمراض كلها سوا. أوكي. فالرش على المي هيك كيف ما كان ما بيمشي حاله، إذا بدنا المي حلو النباتات بحبوا يتغسلوا، ودائما بيقولوا لي طب ما لما تشتي وهيك، الطبيعة بتعمل قصص كثير منيحة، لما بتشتي الحرارة واطية، نحن بنصير نسقي ونرش مع حرارة عالية، ما بيمشي الحال. سو بده يبقى يغسل نباتاته فترة لكل فترة، بده يعمل هذا الشيء كثير الصبح كثير عشية، مش على الظهر، مش حتى بين 10 والساعة 4، فهيدا اللي بيصير، فما فينا نرش على النباتات لما يكون في حراره عاليه، ودائما البو بده يكون عم بيصرف مي كمان ما يصير هالامراض كلها. طيب تنقول مثل هيدي الحاله انا عم شوف شويه اوراق يمكن يبسوا بدهم يوقعوا، كيف انا بعرف انه هدول الاوراق وقتهم هلا انه يكونوا عم يبسوا ويوقعوا ولا هن عليق فيهم امراض؟ هلا هيدي البلانت هيدي البلانت هي ايفر جرين سو لازم تضلها خضراء، يعني ما لازم هيك يقشطها. بس ورقتها اخر شيء بدها تموت وتقشط؟ لا هي لا يطلع غيرها؟ لا بهيدي لا بيطلع جديد، بس هي بتحافظ على القديمين. وبغير نبته؟ بغير نباتات مزبوط بصير. هلا بتقدر انت بتراقب النبته
بتنشئ يعني اي هن النباتات اللي عاده مثل ما انت عم بتقولي النباتات يلي تحت سو مثلا ما عم يوصل لهم النور مثلا بيصير يقلبوا ورقاتهم الورق يلي بتكون تحت بشكل بس كيف بدي افرق انا انه هذا الشيء طبيعي عم بيصير ولا في مرض معين سو بدك تراقبي اول شيء الورق الجديد دائما اذا الورق الجديد از هيلثي بيكون ماشي الحال هيدي شغله مهمه ثانيا بتشوف الياباس كيف كلها سوا ولا مثلا بلشت بالنص عملت باتش السود سو طبيعه الياباس بتدلك اذا هي مريضه او ياباس عم بيصير مثل النباتات يلي اللي بيصير هلا انه على الخريف يعني هو مشكله نباتات اكيد بيعملوا هيك منتابع معنا اتصال الو بونجور بونجور ماشي كيفكم ماشي الحال اهلا وسهلا الحمد لله بليز بدي اساله بخصوص العطر ليش بطيب بس ما طلع ثاني اوكي نعم سو العطر هي نوع من شيرانيوم بس بنسميها العطر لانه هي بتعمل ريحه كثير حلوه وعاده مستعمله بالبرفيوم مستعمله حتى اوقات بالكبس وهيك عندها مشكل كثير كبير يلي هي ما بتقدر تتحمل ارض ما بتصرف مي هيدا اكثر شيء بيقتلها فاذا نحن كثير ناس بيزرعوها اوقات بارض بتكون طينيه ما بتصرف مي او بالبو ما بتصرف مي بيقتلها هيدا اسرع شيء مثل انه اللي كنت عم بقوله قبل او عدم تصريف مي او بنسقيها وبنرش كثير على ورقاتها هيدا اكثر سبب بيقدر يعمل هيدا الشيء سبب ثاني كمان انه هي ما بتتحمل السقعه سو هي منا معموله للمطارح لما نقول ما بتحمل السقعه يعني بلبنان فوق ال 500 متر بصير وضعها خطر بس اكثر سبب للعطر اللي بيموت هو عدم تصريف المي هو اللي بيعمل اكيد اكبر مشكل بهيدا النبته بدها تضل برا هلا بهيدي الايام هي دائما بتعيش برا فرسان بتعيش برا ما عندها ولا مشكل هلا في ناس بحطوها جوا اوقات بس هي نبته بتعيش برا ما عندها ولا مشكل منتبع مع الصور كمان صوره هلا هون عندنا باسيفلورا هيدا اكلها شيء 100% والناس كثير بتحب باسيفلورا هي عربيشه كثير سريعه وهيك فشو ما اقول يكون هون عاده ما بنقدر نعرف دغري بس اللي بيعمل هيك حيانا نبته هن ثلاثه اشياء او بزاق او ابوط او دوده بدها تصير حشره فيها تكون بدها تصير فراشه او حشره طب حرام بدهم ياكلوا شو 100% هيدي الفكره فاو بنتركهم او نحن اذا شفنا معقول ياذوها؟ إذا بعدها صغيرة وأكلوا كتير أكيد بيأذوها لأنه هي النبتة عايزة الورق لتعمل فوتوسنتيز لتاكل وتكبر إذا كم ورقة ما في مشكلة إنه هول منو الحشرات هدول إنه هلا اللي فينا نعمله الناس بتفكر كتير بيئة وهيك بيقدروا ينبشوا شو هي مش عم بمزح يعني هذا بنسميها نحن اليوت فيزيك بنبشوا عليها يمكن تكون أبوط أو بزيك بكبون مطرح تاني في حرش وبيمشي الحال لا بدهم يجربوا يبعدوا عنهم أو يقولوا مثل أنت عم بتقولي إنه أخذت ورقة ورقتين مش مشكلة إذا كملت بشوف شو بعمل بس عادة إذا اللي عم بيسأل إذا بده يرش يعني او هيك دواء البزاق غير دواء الابوط غير دواء الحشرات سو بدنا نعرف شو هي لنعرف شو صار معنا اكيد بس. كمان اتصال الو 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 بونجور بونجور بدي اسال سؤال نعم تفضلي بدي اسال النبته بتقولوا لها لسان الحمل ليش اوقات بتسود الورقه كلها من الرسيل لفوق في بس اوكي مع انه بسقيها كل 15 يوم كل 3 اسابيع حتى قد فنجان الشاي وقد نص فنجان الشاي كمان مي سو هيدي النبته كلها سوا بتيجي بدي اقصها بالمقاس قد ما انا يابسه ما بتنقص اوكي طبيعي. انا اكيد اذا بتبعت لنا صوره بنقدر نساعدها اكثر بس تقول عم نحكي عن النبته اللي بنسميها سانسيفيريا او لسان الحمى يلي هي معروف عند كل العالم هي ونبته ثانيه اسمها زاميوكولكاس هول النبتتين اذا حدا جابهم وصار لهم شيء ما لازم يجيب نبته ثانيه يعني هول النبتتين يلي هن اصعب نبتتين نقتلهم او يصير لهم شيء فاللي عنده مشكل مع هول بده ينتبه هلا في يكون مش حق على المدام رح اقول لك شو الاسباب اول شيء اوقات بنشتريها من مشاتل بتكون زرعتها بتربي غلط لسان حمل اهم شيء تصريف المي وهي بنبته بتعيش صحراويه سو بدها تكون ارضها شوي رمليه بتصرف مي كثير اذا كانت مزروعه بتراب احمر بتعمل كل الامراض هذا اول سبب سو بدها تطلع على التراب تصور لنا اياهم عن قريب تاني شغلة إذا محطوطة بمطرح ما في أبدا تهوئة ما بيمشي الحال سو إيفن هيدا من أصعب النباتات بده يكون عندنا شوية تهوئة يعني كل فترة نفتح الشباك لما نسقيها لازم يجي مي على ورقاتها نسقيها من تحت أو تخطيص هيدا عادة فلما وعم بتقول هي بس تسقي كل جمعتين أنا أوقات بسقيها كل شهر شهر ونص مش هي هلا بالشتا يعني مزبوط لأنه هي سكلنت يعني من نبت من عائلة العسيريات يعني هي مي كلها من جوا إذا بنسقيها زيادة بنقتلها بس هيك ماني شايف الصورة قدامي أكثر شيء بحس عندها كل الورقة يعني هي أكيد الورقه بلشت من من راسها تسود اكيد اكيد بس بتموت كلها سوا لانه هيدي تربه غلط يعني بنشيلها للورقه قبل ما يضرب اليابس هلا بدنا نشوف لانه اذا بتبعت لنا الصوره تنعرف انه هو مرض فتره اذا مرض فتره بده يقتل كل النباتات كل الورقات الباقيه سو بدنا ننتبه لها فعم بيقطع اوقات رقم واتساب وفي انستغرام بيجز بيبعثوا لها عليهم الصور بقدر ساعدها اكثر بس لا. هيك كيف عم بتقول اياها بتصور اكثر شيء هي التربه اوكي
بعد معنا كمان مجموعة من الصور منتابع معهم صورة جديدة رنا. هلا هون السؤال هو للصورتين انا جبتهم، في الصورة والصورة اللي بعدها مش بيعطيني هون، انه ما دام عم تسالنا كيف فينا نزرع افوكا مش من البذرة، انه كيف نقدر نشتل، ليه الفكرة؟ هلا بنشوف كمان الصورتين اللي من بعدها، هي الشغلة الأساس تبعها هو انه نحن دائما بنقول هون عم نشوف كيف حضرناهم وكيف زرعناهم، سو دائما بنخبر نحن انه الافوكا إذا زرعته من البذر ما بيطلع مثل أمه، أوكي؟ لأنه دائما بنعرف هذا الشيء ونرجع بدنا نطعمهم بعدين. ففي ناس بفضلوا ما يزرعوا الافوكا من البذر، يشتلوا مثل ما نحن بنشتل التفاح او حيلا شيء وهيك. سو يس معقول تزبط، في امل كثير تطلع مثل امها. هلا انا عاده ما بحب الزتريا، سو انا لإلي دائما الافوكا ازبط من البذر لان تطلع اقوى وبعدين من طعمها. هلا فينا نعمل هيك اذا نحن حابين هذا الصنف نزرع منه، بس ما بتطلع بذات القوه، يمكن تطلع اكثر كثير قليله. يعني ما لنا نصبه جايبينها من مشتل مع ترابيطه مع كل شيء، هيدي قصينا من شجره وشكينا. وشكينا، يعني شفتي كيف قبل يعني ريسك بعد اقل انها تعيش من انه تكون جايبين نصبه او بذره؟ اكيد في ريسك اقل انها تعيش، بعدين ما بتطلع قويه لو عاشت، يعني عاده لما بنزرع من البذره النبته عندها مناعه اكثر، هلا اكيد في كثير عالم بيزرعوا هيك، بس افوكا عاده بيمشي بهذيك الطريقه اكثر، ما بيعني انه هي مش منيحه بس ما بتطلع بذات القوه. هيدي الفكره، ليه بنزرع اوقات نحن بوتيراج؟ لانه البوتيراج يعني انا لما اقصه وشك بتطلع اكزاكتلي مثل امها عاده الشتله، من البذر ما بتطلع هيك، سو هيدي هي الفكره عاده. هذا هو الهدف، يعني كرمال تطلع مثل امها بس انه في ريسك. صح، يعني كل ما بنشتل من بوتيراج في ريسك الموت اكثر، وفيها كمان ما تطلع زيت القوه للنبته. نعم. معنا كمان اتصال. الو 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 بونجور. الو بونجور، اهلا وسهلا، تفضلي. بونجور مستر مارك. بونجور، بحياة عينكم بدي اسالك. انا زبوني عندك وانا اخذي اوركيدي، يا هل ترى عرق الاوركيدي اللي بيكون عاطي القمار؟ الو. نعم. يس عم نسمعك، تفضلي. عم تسمعوني. عرق الاوركيدي يلي بيكون عاطي القمار الاوركيدي بس يخلصوا، انا عم شيله للعرق من تحت اذا تصفر. اذا ما تصفر عم بقطشه على معدل 3 خرزات له. اوكي. وانا اخذت له الفيتامين من عندك. اوكي حبيبي. يس. بس سؤالي، يا هل ترى يلي قصيناه العرق بس صفر قصيناه كله، يا هل ترى بيطول كثير تيرجع يطلع؟ وانا بصقي مثل ما علمتوني. اوكي. قاعد البلانت 10 دقائق ربع ساعة بالمي وبتركها تصفي مضبوط مضبوط من تحت وبرجع بحطها بالبوت تبعها. عظيم، يلا رح نجاوبك. اخذت لها الفيتامين من حضرتك. بلوم بوستر يمكن. يس 100%. سو المدام عم تعمل كل شيء مضبوط، بس خبر بالاول لقيت معنا صور او عندنا اوركيديه تنفسر شوي، بتعرف الاوركيديه بتطلع على عرق بنسميها نحن الاوب فلورال يلي هي بتزهر عليها زهور. هلا هون كل شخص عنده خيارين ياخذهم، او بيتركها لتيبس كلها سوا، هي وعم تيبس نزول بتقدر طلع بيبي اوركيدز بنسميهم كيكي، وهيدي الطريقه الوحيده نقدر نكترهم لهول الاوركيد اللي اسمه فالينوبسس. بس اذا عمل هيدا الشيء بتطول لتزهر، او لا اول ما اجت زهور بقصها لترجع تزهر اسرع. سو هون اوبفيسلي المدام اخذت الخيار انه تتركها تي بس كرمال بركه يطلع لها تشانسز اكيد هيك. فاوقات بترجع الزهره او بترجع اوب فلورال جديده كل شيء 3 اشهر لست اشهر، اوقات بتاخذ سنه لسنتين. سو هو سايكل طبيعي لكل نبته بدها تعملها حسب هي، ما في رايك الجنرال. سو عمليا اذا هي بدها انه دائما تزهر الاوركيديه، اوقات بتكون الاوركيديه مزهره 4 عروق بتزبط، لازم هيدا البلوم بوستر يلي عم تحكي عنه المدام ينحط لها الاوركيديه مره كل شهر كل شهر ونص، يعني هي وعم بتغطس بتغطس فيهم كل شهر شهر ونص. بس هي الفكره تبع الاوب فلورال هي هيك، يعني او بنتركها تي بس ليطلع لنا بيبيز، معقول في نسبه 50% ما يطلع، 50% ما يطلع سوري، او لا نحن بنقصها لتزهر اسرع. سو اتس ا بيرسونال تشويس بده يعمله. هو الاوركيدي عنده موسم زهور معين؟ لا ابدا، لانه انا مثلا عندي وحده صار لها تقريبا 6 اشهر ما عطت ولا زهره، بكون بدها بلوم بوستر. هذا هو 100%، مش لانه مش موسمها تزهر. نو هي ما في موسم، لانه تقلك ليه؟ لانه حسب وقتها اجت هن بيعملوا لهم فورساج، سو اي متى كانت مزهره، اي متى عند الفلوريست كان مهتم فيها او لا، بعدين اي متى قصيت الاوب فلورال، سو هذا كله بيلعب دور لتزهر الاوركيدي. بس اهم شيء نرجع نتذكر انه الاوركيدي عايشه على خشب، سو هيدي الخشب انتبه انا ما بحب الاوركيدي لانه في 32000 نوع اوركيدي، سو اسمها فالينوبسس اللي عم نحكي عنها اللي بنشوفها بالبيوت تبعنا، لانه احسن ما يفكروا عم نحكي عن كل شيء. فهيدي الفالينوبسس عايشه على خشب، دونك ما عندها كثير معادن،
كيف بدها تقدر تزهر؟ المعادن ما بكفوا، ما في شيء عليها، فعمليا نحن تنخليها تزهر بدنا نساعدها بهالبلومبوستر، نعطيها غذاء لتقدر ترجع تزهر. وين بنحطه؟ بالمي اللي مغطسينها فيها ولا بنحطه على الخشب؟ لا، بالمي اللي مغطسينها فيها. نحن بنسقيها مره كل جمعه تقريبا، سو مره بالشهر، شهر ونص، شهرين اذا بدنا. نحن بندوب هذا البلومبوستر بقلب المي، سو هي بمعدل طبقه قنينه مي لليتر مي، بنغطسها فيها، وبعدين نحن ساعتها هي بتشرب على رواق، بنتركها ربع ساعة ثلث ساعة، سو بتشرب على رواق. بس يخضر رواق من تحت بتكون بس وقتها يكون حاطين كمية ونتركها شوي زيادة لتسحب أكثر شيء ممكن. هلا هون في شغلة كثير غلط ما ننتبه لها، أوقات كثير في عالم بكون عندهم أربع خمسة أوركيدز، بصيروا يغطسون كلهم بزيت المي مع هيدا، سو هون عمليا وحدة أخذت ال مش بس فيها نقول الأمراض، سو أنا بفضل تنعمل كل وحدة لوحدها، تنسقى كل وحدة لوحدها وهيك كرمال بس أوكي. إذا وحدة مريضة مرض فطري أو هيك ما نعديهم كلهم سوا. أكيد. شكراً كتير لك مارك بيروتي. مشاهدينا بناخد بريك ومنرجع من بعده.